حياكم الله في قناتي. اليوم جبت لكم مكان فيه عبايات يا بلاش يا بلاش يا جماعة. توب 10 العزيزية مكة، المكان أبراج التخفيضات جنب أبراج العائلة في العزيزية بالضبط. محل عليه تخفيضات هائلة، تخفيضات مهمة، حتى الحجاج المعتمرين اللي جايين لمكة يجون للعزيزية لهذا المحل. العبايات على 75، أيوة نعم على 75 وعلى 50 ريال، أسعار تحطيم الأسعار عندهم، وعندهم خامات جيدة كيف ما تشوفون معنا. أتمنى التصوير يكون واضح، واللون الأسود ترى في التصوير ما أعطاه حقه، يعني ما خداش حقه اللون. شوفوا معي 75 ريال يا جماعة، 75 ريال فقط، وفي ب50 ريال. والله ما أقول لكم جميل جدا صراحة. أي وحدة جايين أهلها للعمرة يشتروا لها عباية، الكل يبغى العبايات صراحة. والمحل هذا مرة ممتاز، الباص رقم 6 يوديك على العزيزية من الحرم. وإيش رأيكم؟ اكتبوا لنا في التعليق واعطونا رأيكم. الوالدة ديالك من هنا تاخذ لها مقاضيها، مرة ممتاز عبايات ما أقول لكم تجنن تهبل. أي واحد يفكر يشتري عباية للعيد إن شاء الله بإذن الله يجي للعزيزية أبراج التخفيضات جنب برج العائلة، جنب مجمع العائلة، معروف العزيزية يجونه الحجاج من كل مكان. تحطيم الأسعار عندهم يا جماعة مرة ممتازة، 75 والله مرة. شوفوا الفصوص، شوفوا التشكيلات، والله أنا ما صورت كل شيء بس مرة خامات ممتازة، وأقمشة يعني تغسلينها وتلبسينها ما تحتاج كي، بهدلونا العبايات اللي نكوهم. شوفي الخامة كيف، شوفي القماش كيف، في ستريتش، في القماش العادي، شوفي الألوان، يعني حتى صورت لكم اللون البني، وفي ألوان تانية، في أسود، بس الأسود يعني مع التصوير مع الإضاءة ما يعطي اللي تفكر تشتري عباية تمشي عندهم. أسعارهم مرة حلوة صراحة، حتى المعتمرين يجون هناك لهذا المجمع جنب توب 10، توب 10 أو توب 10 جنبه العزيزية. ما شاء الله فيها أشياء مرة جميلة، ولقيت عندهم هذا العرض وقلت أصوره لكم معانا تشوفونه وتستفادون وتشترون. حتى العبايات اللي عليها أبو طبقات، العباية اللي بالطبقات اللي عاملة ضجة موجودة عندهم، صورتها لكم تشوفونها صراحة. يعني ما أقول لكم لازم تمشون تشوفون، الحقوا العرض الله يوفقكم، وتشوفون معانا العبايات بالطبقات ان شاء الله يظهر لكم في الفيديو. لا تبخلون علينا بالاشتراك، الله يجزاكم خير. ما تبخلوش علينا بالاشتراك، الله يجزيكم بخير. فانا اتكلم لغتين عشان اللي هنا يشوفون واللي خارج، اللي بالخارج كمان يشوفون. شوفوا شوفوا كيفاش دايره الخدمه، أرخى مرة. حتى اللي يبغى أبو طبقات عندهم أبو طبقات، يعني العباية اللي طبقة فوق طبقة كتجي مفرفرة من تحت راها عندهم، وب75 ريال، في ب50 يا جماعة، في ب50 ريال وفي ب75، بس هذا الأسعار اللي عندهم. شوفوا أبو طبقات مرة ممتازة تهبل، اللون هذا مرة جميل جدا، وفي عندهم بالأسود عندهم.